Semua ber
النبي
من أنا لولاكم، كيف ما حبكم، كيف ما ربنا
اللهم صلِّ
بدني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار الأمين أنت الأمين. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام. وقد نام ربه ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين.
putih bersimerah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas pipimu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Thank you.
صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإيه وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإيه وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا Ali.
عرفنا على لغى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لغى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل يا ربنا اعترفنا بأننا
وقل لمني النبي غالي أشكي لي من وجدي وحالي وقل لمني النبي غالي فيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك فاحي المسك لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هزي الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء والنور لاح النور لاح لما حضرنا Oh.
أسألك بالاسم الأعظم والله المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه Oh, my God.
حبيبي يا محمد يا صديق بالمسجد الأقصى.